مبادرة هي الأولى من نوعها في الجنوب التركي، أنشأ رجل الأعمال التركي سليمان يشار مكتبة تتيح للأطفال السوريين تعلم اللغة وتعزيز اندماجهم في مجتمعهم الجديد. أنا اسمي سليمان يشار، مولود طبعا في قرية كانسوكي في حدود سوريا في أنطاكيا، بس عايش في إسطنبول. رجل أعمل، عندي مكتب سياحة وعقار، كذلك عندي ماركة ملابس تركي رجال. دائما نحن ننتظر من الأطفال اقرأ اقرأ اقرأ، بس الإمكانية ما نعطي، يعني دائما نطلب بس شو نعطي إمكانية؟ ما في إمكانية. أنا حبيت هذه المكتبة طبعا فكرة أصلا حكومتنا تعليم من اللي يتم بكام المدرسة، عندهم فكرة يفتحون كل مدرسة مكتبة، بس مكتبة صغيرة. بس أنا هذه المكتبة حبيت تكون مو فقط عشان أطفال، عشان كل قرية. جهزنا تقريبا هنا موجود 1000 كتاب. الهدفنا أولا الأطفالنا يقرون ويتعلمون، خاصة موجود هنا في قريتنا في هذا المدرسة 60 طفل سوري يتعلمون لغتنا أفضل، يتعلمون عادات تقاليد تبعنا أفضل، وأصلاً هن عايشين كأني في بلدهم، ما في أي مشكلة. وحبيت يكون علاقة أقوى وأقوى، وهذا يكون طبعاً في الكتب، في القراءة يكون. قريتنا عشان حدود سوريا، وفي من قبل طبعاً قبل أجدادنا كان ما في حدود أصلاً، يروحون يذهبون يجلسون يتحدثون عربي، يعرفون عربي. وخاصة هذه القرية في علاقة قوي مع أخواننا السوريين، يعني يشتغلون مع بعض، يزرعون مع بعض، يزيارات بين بعض. في هاي المكتبة عم بتخلي الطلاب يتقوى قرايتهم أكثر ويفهموا، مشان إنتوا الشيء اللي بقلب الكتاب خليهم يتعلموا المحادثة. كل ما قروا الكتاب كل ما بيفهموا التركي أكثر. هلا نحن أنا جاي أنا وأختي ورفيقتنا مشان نقرأ، نحن هاي عم تقوي القراية. مثلا السوريين في منهم ما بيعرفوا يقروا كثير بالمدرسة، لما عم بيقروا الكتابات عم بيعرفوا يحكوا تركي ويقروا، والقراية عم تقويهم. مو بس عشان أخواننا السوريين، عشان أطفالنا كذلك موجود هنا كتب عربي. نحن نريد أطفالنا كذلك يتعلمون اللغة العربية، مو بس فقط كلام، كتب، قراءة. نحن الحين في القرية الكبيرين هنا موجودين يتحدثون عربي فقط، بس ما يقرون وما يكتبون، يعني مو أخذين دراسة في المدرسة، بس كده. نحن نريد أطفالنا يتعلمون. يقول نحن عندنا كلام بير لسان بير إنسان، لسان واحد إنسان واحد. مو فقط أخواننا السوريين هنا يتحدثون، يعني يحفظوا لغتهم، كذلك أطفالنا يتعلمون عربي، يعني ميكس. السوريين يتعلمون تركين، التركين يتعلمون عربي، وهذا شيء جدا مميز وحلو كتير.